يلا اول حاجة عندي هنا خرشوف، عندي هنا تلت كيلو لحمة مفرومة، نص كيلو لحمة مفرومة براحتك، ثوم مفروم، ملح وفلفل اسود، حبهان مطحون، رشة جوز الطيب، رشة قرفة، سبع بهارات. والبشاميل بتاعنا عبارة عن ايه؟ زبدة وزيت زيتون ودقيق واللبن ومعلقتين كبار قشطة، معلقتين كبار جبنة كريمي، وكمان رشة حبهان مطحون ورشة فلفل اسود طبعا زي ما احنا متعودين، وملح والكلام ده كله، وكمان بقى للوش موزاريلا وشدر. مقاديري للمفروم العصاج بسيطة قوي، هي هي البهارات اللي انت بتحطيها لأي حاجة، تمام، هي هي البهارات اللي انت بتحطيها لأي حاجة. مقاديري للبشاميل احنا عارفينها، الفكرة عندنا هنا في حبيبنا وصاحبنا ده الخرشوف. طيب مبدئيا كده انا بجيب الخرشوف اهو، واحب الاول اقطعه لان انا هعمله كده، عارفين مش هحشيه، مش هحشيه، اوكي، لا انا هخليه كده يتاكل بقى على بعضه، يتحط على شوية رز على شوية مكرونة يتاكل كده، هتحبوه قوي اهو. اجيب بس الطبق ده كله هنا، ايه رأيكم اسهل لنا؟ ونقطع عندنا هنا ايه؟ الخرشوف. الخرشوف يا جماعة من الحاجات اللي بجد بحب جدا ادخلها في الاكل، على فكرة ممكن يتساب كده ويتحشي لحمة مفرومة، او يتحشي ميكس جبن، يتحشي شوية بشاميل براحتكم، بس انا عايزة اعمله طاجن، طاجن بشاميل كده اللي هو ايه، ناخده ونحطه على اي حاجة، وطبعا يتاكل لوحده كده زي الكوسة بالظبط. يعني احنا ممكن نعمله معاملة ايه؟ الكوسة. هجيب كده، بصوا تعالوا نحط اللحمة المفرومة ونشتغل في اللحمة المفرومة. لا ما تقفليش، ثانية واحدة، شكرا. طب يهدى اهو، هو الراجل استغاث بصراحة لاني جبت الحل عليه، شكرا. يلا نحط هنا اللحمة المفرومة في طاسة سخنة اوكي، نشتغل بس ايه كل حاجة كده على حدة ونرجع نقطع تاني، وطبعا نحط عليها حتة زبدة حلوة، شوية زيت، تمام اوكي، ده مش عارف، تمام. اجي هنا بقى احط البهارات بتاعتي، يلا اللي انا متعوده احطها للحمه المفرومه، انا مش هقول لك انت بتحطي ايه، بصي اللي انت بتحبيه تحطيه حطيه، مش هقف معاكي على حاجات صغيره زي دي، احنا ايه الرق ان احنا نطلع طاجن بشاميل حلو، فبراحتك اهو. شويه اللحمه المفرومه بعصجهم، طبعا تقدري تحطي بصل وثوم وكل حاجه براحتك، برضه عايزه تحطي عليها بصل، تمام، انا اكتفيت بالثوم، واسيبها تستوي. طيب على الصعيد الاخر تعالوا نعمل البشاميل، يلا هنحط هنا زبده حلوه، على الصعيد الاخر دي نحط هنا زبده، ونحط طبعا زيت، ونحط الدقيق بتاعنا، ونقلب. بصوا الموضوع يعني مش هياخد معانا وقت، زي ما بقول لكم سفره، هنطلع سفره مميزه ومختلفه، وسفره سفره مش حاجات سريعه، مش كده كلش ان كان، لا دي صواني صواني ومقلوبه وبشاميل وحاجات حلوه، ولكن كلها سريعه سريعه. نعمل كده اللحمه المفرومه، نديها تقليبه، اللبن بقى ننزل على الدقيق والزبده، وطبعا اقلب، اهم حاجه نسبه الدقيق يا جماعه للزبده ما تكونش اكتر منها، لازم تكون متناسبه، ويكون عندي الدقيق سايح في قلب ايه، الدقيق عندي هنا يكون سايح
عندي في قلب الزبده والزيت، ما يكونش مكلكع عليه علشان مجرد ما احط اللبن. بصوا مفيش اي حاجه، وبصوا بقلب بايه، مش هتلاقوا اي كلكعه معايا. وبعدين ببهر بالحبهان المطحون والفلفل الاسود والملح برضو، وطبعا رشه جوزه الطيب اللي بتطيب كده الاكل فعلا، وبتخلي ليه نكهه حلوه وبتضيع اي طعم او ريحه غير مقبوله. ندي تشويحه للحمه المفرومه، تقليبه للبشاميل، وتعالوا نرجع مين هناك عندنا هنا الخرشوف. بص انا عندي هنا حته زبده، ما تصوصوش ما اسمحلكش. بص احط هنا حته زبده في الطاسه اللي هناك دي، وهروح منزله فيها، استنوا كده اما نقطع ده تكون الزبده ساحت. هتبل عندي هنا او هدبل عندي هنا الخرشوف، هديله طعم بالزبده والثوم وشويه البهارات. ونحط هنا ادي المعلقه، شويه ثوم حلوين مع الزبده كده. وهروح عامله ايه بقى، جايبه الخرشوف ده حطاه كله كده عندي هنا، ومدياله تقليبه، وحاطه له شويه البهارات اللي انا حطيتها للحمه المفرومه. متخيلين هيبقى طعمه عامل ازاي؟ ما كنتوش جربته قبل كده، فجربوه بقى على طريقتي علشان تكتشفوا ان بجد الخرشوف ده من الحاجات اللي لازم تندرج معانا في الفريزر وتبقى عندنا كده. تعالوا بقى نشيله هيلا بيلا وننزل بيهن كده. شكرا. وتعالوا نرجع للبشاميل بتاعنا، احنا سايبينه حبه اهو، نقلب مش هيلحق ان شاء الله، نقلب كده لحد ما يدينا القوام اللي احنا عايزينه. وهنا بقى نقلب كمان علشان الزبده والثوم يدوا طعم خطير للخرشوف بتاعنا. وتعالوا بقى نديله شويه بهارات زي ما قلت لكم اللي حطيناها في اللحمه المفرومه. وعندنا هنا الحبهان والفلفل الاسود والملح، وشكرا ونقلب تمام كده. تمام كده، تعالوا نقلب هنا كمان. انا خلاص اللحمه المفرومه عندي استوت، شكرا. اللحمه المفرومه على فكره ما بتاخدش وقت، هي 10 دقائق ربع ساعه بالكتير قوي وتلاقوها استوت. ونقلب عندنا هنا البشاميل، هتفضل تصوصو كده كتير، مش هرحمك برضو. انا طبعا ايه عايزاكم تشوفوا هنا المقلوبه والرز بيستوي، بيكمل تسويه طبعا على نار هاديه. طالما هنا قلبناها، قلبنا الرز على عندنا هنا الخضار والكفته، بسيب بقى كل ده على نار هاديه يستوي بقى براحته، مهم جدا. ونقلب هنا، احنا كده خلصنا. عارفه انت محتاجه ايه؟ محتاجه سلطه، محتاجه شويه شوربه. يا سلام لو عملتي شوربه خرشوف كانين، بس كده انت فاهمه يعني ممكن تعملي جنبها شويه شوربه، ممكن تعملي جنبها شويه سلطه، وانت كده شكرا. ممكن تعملي جنبها شوية مكرونة بيضة لو حد عايز ياخد الخرشوف بشوية مكرونة براحتك. رز أبيض هتقولي بس احنا عاملين مقلوبة برضو براحتك علشان البشاميل. بصي أنا بس بديك أفكار، يعني عشان في ناس كتير تقولي هي الكوسة بشاميل بتتاكل جنب إيه؟ هي السبانخ البشاميل بتتاكل جنب إيه؟ فأكيد هتقولوا لي هو الخرشوف البشاميل بيتاكل، لا هو بيتاكل لوحده، ولو عايزين ممكن نحط جنبه رز ابيض بيبقى تحفه. اصلا البشاميل مع الرز ابيض من الحاجات اللي بتبقى حلوه جدا. بصوا عندي خلاص كده البشاميل ربط معايا، بحط بقى فيه القشطه والجبنه. بصوا لازم يكون عندي هنا الخليط ده سخني جدا
علشان احط فيه الجبنه والقشطه. ما ينفعش احط الجبنه من اول تغلي معايا، لا خالص. المفروض كمان اول ما يبدا، ها يعني عارفين كده السخونيه تبدا تطلع منه اهو زي ما انا بعمل كده، او يبدا يبقبق، فبنزل بقى بالحاجات الاضافات دي، قشطه بقى وجبنه كريمي. ودعولي ادعولي على الطعم الكريمي اللي هتلاقوه يا جماعه في الوصفه دي. تعالوا بقى نجيب الطاجن بتاعنا الخطير هنا اهو، نقلب ده خلاص كده. محتاج بس ايه، كل حاجه تسيح، كل حاجه عندي هنا ما يبقاش فيه، بص ما فيش اي كلكعه ولا حاجه، لا دي قشطه وجبنه اهي، دي قشطه وجبنه راحت خلاص، لكن دي مش كلكعت ابدا دقيق. ليه؟ احنا سوينا دقيق حلو، وبعدين استنى بس عشان كل حاجه، سوينا دقيق حلو وبعدين حطينا عليه اللبن، فكل حاجه عندنا هنا ايه، تمام التمام. بس واقلب بقى لحد عندي ما يبدا يبقبق، دي العلامه، يبدا يبقبق خلاص قوامه يبقى مظبوط تمام، دي العلامه عندي. طيب تعالوا بصوا هعمل ايه، هجيب عندي بقى هنا الخرشوف اللي شوحته وحطيت عليه شويه بهارات وتوابل يجننه، واروح نازله بيه عندي هنا في الطاجن اللي هيدخل الفرن اهو كده. وطبعا احط عليه اللحمه المفرومه اهو، ما بعملش طبقات، انا عندي كله على كله كده، وبعدين اهو ودي ده تقليبه. الريحه جباره، الريحه جباره، خطيره خطيره، ريحه تحفه. طبعا عندي الخرشوف يا جماعه طالما عندي هنا هو فروزن فهو اساسا مسلوق. اوكي تعالوا بقى نحط عليه البشاميل كمان، انا مش هحتاج ان انا اسويه، لكن لو احنا جايبينه من الاول خالص فاحنا هنحتاج ايه، لو من الاول خالص لا ده احنا كده هنحتاج ان احنا نسلقه، نشيل الاول الورق بتاعه ونسلقه. بسلقه في ايه؟ بسلقه في ميه ميه وملح وشويه كمون وفلفل اسود، ميه وملح وشويه كمون وفلفل اسود بس كده. شكرا، انا بس مستنيه ده يدينا التمام. عندي بقى هنا الفرن طبعا على اعلى درجه حراره، انا كل اللي انا عايزاه ايه يا جماعه، ان انا اسيح الجبنه. طيب هسيحها ازاي؟ الفرن يكون على اعلى درجه حراره، بحط البشاميل بحط على كل ده، وكمان بحط عليه ميكس الجبن عندي، وبس كده شكرا. ادخله على اعلى درجه حراره يطلع لي هوا هوا، مش هياخد وقت، بقبقه كده، والبشاميل هتلاقوه مسك طبعا نفسه شويه، والجبنه ساحت وخلاص، ده اللي انا محتاجاه مش اكتر من كده. البشاميل بس يربط معايا واروح حطها على طول بس كده. ايه رايكم بجد، ايه رايكم في وصفات النهارده؟ انا عندي دي كمان خلاص يعني خلاص كده استوت معايا اهي، هقلبها طبعا يعني ايه، بتبقى يعني هي دي بقى اللحظة، وجاءت اللحظة الحاسمة القلبة، هي دي اللحظة الحاسمة طبعا، مهدية عليها النار زي ما قلتلكو، بتربط بقى اربط بقى يا راجل يلا البوتاجاز طفى كذا مره علشان وانا بحرك، زي كده ما بيحصل ده في البيت عارفين كده، اللي هو ايه معاندات، وانا بحرك فيجي على التايمر بتاعه واحنا بوتاجازنا حساس بقى، فيروح ايه قافل يزعل، مش وقتك انت دلوقتي جيت على خاطرك كده. اوكي بتهيألي خلاص كده، لا لسه هبابه هبابه. طبعا ممكن احط موزاريلا، بس ممكن احط موزاريلا وشيدر، انا بفضل ايه، انا بفضل موزاريلا وشيدر، بس لو ما عندناش خلاص موزاريلا بس. طب ليه بفضل موزاريلا وشيدر؟ علشان يا جماعه الموزاريلا مع الشيدر بيحصل لهم ايه، بيحصل لهم ان هم بيسيحوا بعض، بيلونوا بعض، ملوش الحاجه كده قرعة، اللي هو الحاجه ايه سايحه وليها لون وليها طعم. لكن طب ما احنا ما عندناش، معقول هنوقف الموضوع؟ لا خالص،
مش هنوقف الموضوع ولا اي حاجه. يلا تعالوا نحط عندنا هنا بقى ايه البشاميل الخطير، نغطي بيه. عايزين تاخدوا يا جماعه حاجه مظبوطه على الشعره في البشاميلات دي، البشاميل لازم يكون كريمي ولازم يكون سايح خلاص، ومهم جدا 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 ان يكون مغطي عندي الحاجه اللي داخله الفرن. بصوا علشان تاخدوا بقول لكم حاجه من الاخر تحفه، لازم نتبع كل الخطوات دي، نهتم بان هو يكون كريمي، نهتم بالجبن ماشي، نهتم ان عندنا هنا البشاميل يكون مغطي، عارفين مكفي وموفي. ده كده تاخدي بقى يعني احلى طاجن بشاميل فيه اي حاجه. هاخده بقى واروح بيه ايه على فين، على الفرن. يلا افتح الفرن الاول. بس كده شكرا. تعالوا بقى نقلب المقلوبه، بس عشان انا مرتبطه بالمعاد فكنت عايزه اعمل لكم بصراحه الاثنين. بصوا هو اخد لون بس لون بسيط قوي، نرش عليه رشه حلوه كده وجربوه يا جماعه، وهستنى رايكم. بحبكم من كل قلبي ودايما متجمعين انتوا كل حبايبكم، واشوفكم بكره على خير من واحده لاثنين، قاعده اربعه صباحا. باي باي.